هو اما بيبدل بياخد هو الام الكتاين بتاعه الديلتا ويطلع الاتش. الاتش هتروح فين؟ الاتش هتمسك اهي الريزن تاني زي ما هنشوف، بس هيفضل عند الاتش هنا والانايون لان الريزن ده ما بياخدش انايون بياخد كتاين بس والووتر. يبقى انا كده ما زال عندي الووتر امبيوريفايد لانها طالعه بالانايون اللي موجود معاها وبالاتش اللي طلعت. طيب العمليه دي بتخلص ايه؟ بتخلص مع الانايون اكستشينج. انايون يبقى بيرميتال اكستشينج اوف انايونز من الووتر. بيدخل عندي الريزن تاني، نوع تاني من الريزن يشيل لي الاتش دي لان الاتش دي اللي عمرها ما هتفضل فيه، تبقى محتاجه حاجه تشيلها اهي. فهو بيشيل لي الاتش دي وبيتحول لريزن عليه بوزيتيف تشارج. بوزيتيف تشارج يبقى عنده القدره انه يسحب الانايون من الووتر، الاكس نيجاتيف اللي كانت لسه موجوده في الووتر بيسحبها ويجي الاتش اكس دول يضطروا من بعض. يرجع الريزن زي ما هو كده. انا سحبت من الووتر الكاتاين اللي هو الام اللي اتسحبت هنا، وسحبت من الووتر الانايون الاكس اللي اتسحب هنا، فانا كده عندي دير ووتر اقدر استخدمها. بنسميها دي مينرالايزد او دي انايزد ووتر. دي مينرالايزد لان انا سحبت منها المينرالز اللي موجوده فيها او الايونز اللي موجوده فيها، ودي اقدر استخدمها في الفارماسيوتيكال بريبريشن. طيب بعد كده اخر مثال اللي هو الريفرس اوزموزيس. انتوا خدتوا يعني ايه اوزموزيس؟ ان انا اعدي يبقى عندي تو سوليوشن ما بينهم سيمي بيرميد والمندريل، لان السولفنت بس هو اللي بيعدي هنا والسولفنت بيعدي من الدايلوت سوليوشن او الليس كونسنتريتد للهاي كونسنتريتد لغايه ما هما الاثنين بيتساووا بعض. الريفرس اوزموزيس هو عكس الاوزموزيس، يعني انا السوليوشن بدل ما يعدي من الليس كونسنتريتد للمور كونسنتريتد، لا بيعدي من المور كونسنتريتد للهاي كونسنتريتد، من المور للليس كونسنتريتد باي ابلاينج بريشر. يعني انا بعكس عمليه الاوزموزيس ان انا اعمل ابلاينج بريشر، فخلي السوليوشن يعدي من المور كونسنتريتد للهاي كونسنتريتد. طيب هو انا مين عندي المور كونسنتريتد؟ الكونسنتريتد عندك هو الامبيوريفايد ووتر اللي هي لسه فيها، اللي هي لسه فيها الايونز ولسه فيها المولكيولز ولسه فيها كل حاجه. الليس كونسنتريتد هو البيوريفايد ووتر اللي انت طلعتها، اللي انت شلت منها كل الحاجات دي، فتفضل الووتر تعدي من الامبيور للبيور او من الهاي كونسنتريتد للو كونسنتريتد اندر بريشر، وده اللي بنسميه الريفرس اوزموز. يبقى دول الثلاثة ميثودز اللي انا بعمل بيهم بيوريفيكيشن للووتر. نشوف فوق اللي احنا قلناه ده التايبس اوف ووتر. هيبقى عندي خمس انواع منه. اولا بنسميها البوتابل ووتر او الدرينكينج ووتر او التاب ووتر اللي احنا بنشربها درينكينج بس نوت اكسبتبل فور، هي سيف فور درينكينج بس نوت اكسبتبل فور فارماسيوتيكال بريبريشن. عندي بعد كده البيوريفايد ووتر او اليو اس بي اللي احنا جبناها بالميثودز اللي قلنا عليها اللي هي ديستيليشن او الايون اكستشينج او الريفرس اوزموزيس، وفي طبعا في ميثودز تانية. دي بستخدمها ايه؟ بستخدمها لكل الاكوس سوليوشنز اكسبت البارينتال 1. ماشي. طيب البارينتال 1 او الانجكشنز هتستخدم لها مين؟ هستخدم لها حاجه اسمها الووتر فور انجكشن، دي لازم تقدم انا تبقى استيرايل وتبقى بايولوجين فري. في بعد كده عندي نوعين من الووتر تانيين، سمبل اروماتيك ووتر كونسنتريت اروماتيك. هما الاثنين العامل المشترك فيهم ان بتبقى الووتر ومعاها الكحول، يعني ضايفين عليها الكحول. في السمبل بيبقى نسبه بسيطه من الكحول زي مثلا حاجه اسمها الكلوروفورم ووتر، ده شويه بيدي لو عايزه ادخل سويتنج شويه للبريبريشن او انتي مايكروبيال افكت، الكلوروفورم اللي انتي مايكروبيال بيبقى نسبه بسيطه من الكلوروفورم على الووتر. في النوع الثاني اللي هو الكونسنتريتد اروماتيك ووتر، لا ده بيبقى عندي اروما او حاجه اويلز دايبه في الكلوروفورم او في الالكول وميكسد على الووتر عشان تديني فليفر او اروما عاليه، زي البيبرمنت ووتر اللي هي بنجيب زيت النعناع اللي هو البيبرمنت اويل بدوبه في الكول وبعمل ميكس على الووتر، وممكن استخدمهم كفرمنتيف او استخدمهم للتريتمنت او بستخدمهم في الاورال سوليوشن عشان يدوا اودر بريزنت اودر اند. بعد ما شفنا ده هنشوف بعد كده الابروشز فور امبروفمنت الاكوا سوليبيليتي. يعني انا السوليبيليتي دي مش كل حاجه بتبقى تمام ودايبه في الووتر بالشكل اللي انا محتاجاه، فاحيانا كتير انا ببقى محتاجه ازود الاكوا سوليبيليتي بتاعه الماده بتاعتي في الووتر. طيب في اكتر من طريق، نبدا بحاجه اسمها الكوسوليشن. الكوسوليشن من اسمها كو
solvent، كلمة cool يعني حاجة مساعدة، يعني هو مش solvent الأساسي، لا ده هو solvent مساعد. يبقى thickens used to increase the solubility of weak electrolyte or non-polar compounds in water، لأن معروف إن ال weak electrolyte أو ال non-polar compounds دي solubility بتاعتها بتبقى ضعيفة في الوقت. فلما استعين ب thickens تانية increase the solubility بتاعت الحاجات دي في الوقت، ده بسميه cool solvent. طيب أي حاجة ممكن استخدمها cool solvent؟ لا، cool solvent لازم يبقى water miserable، لازم يبقى miserable مع water mix معاه، ما ينفعش احط الكول سولفنت على الووتر والاقي انها مديني فصل ومديني تو لايرز او تو فيسز، لا احنا لازم في النهاية يديني وان فيس ويبقى miserable مع الووتر. ولازم يبقى الكومباوند ميكس لازم يبقى سولفل فيه، يعني انا جايباه اصلا ليه؟ عشان نزود السولفل، يبقى لازم الكول سولفنت يبقى الكومباوند نفسه سولفل فيه، ويبقى هو الكول سولفنت miserable مع الووتر. اكزامبل عن كول سولفنتس: سوربيتول، الجليسرول، البروبايلين جلايكول، السيرم، وميكشر من الووتر اند السيرم. تمام، يعني اكزامبل عملي، انت لو حطيت بروبايلين جلايكول مع الووتر بستخدم الميكشر ده عشان ازود السولفنت بتاع حاجه دراج انتي فانجل اسمه كوتراي موكسازول، ده السولفنت بتاعته في الووتر ضعيفه، لكن لو استخدمت ميكشر من بروبايلين جلايكول مع الووتر السولفنتي بتاعته بتبقى عاليه. طيب هل طريقه الكول سولفيشن دي كومن وبتستخدمها كتير؟ هي بتستخدم بس طبعا ليميتد شويه. ليميتد ليه؟ لانه ممكن يحصل بس في التوكسيسيتي الريتنسي، خاصه لو هستخدمه للبارنتال يوز، لان انا بفترض انا بحط الكهولز، فمش كل الحاجات دي ممكن ادخلها في البارنتال يوز، ممكن تعمل اديتيشن، ممكن تعمل توكسيسيتي، فبستخدمها بكميات محدوده، فبتخلي السولوبيلتي برضو او الانهانسمنت او السولوبيلتي برضو محدود نوعا ما. طيب فبنلجا لطرق تانيه، اكزامبل هاي الطرق التانيه دي زي نمبر 2 اللي هي البي اتش كنترول. البي اتش كنترول يعني انا اظبط البي اتش بتاعت الميديا، اعمل لها كنترول. طيب ده بتستخدمه في حالات ايه؟ بستخدمه في حالات الويك اسيد والويك بيز. اشمعنى الويك؟ لان السترونج اسيد والسترونج بيز بيبقوا اوريدي ايونايزد في الميديا، فهم السولوبيلتي بتاعتهم بتبقى عاليه طبيعي، مش محتاج حاجه تزود. لكن مشكلتي مع الويك اسيد والويك بيز لانه الايونايزيشن بتاعهم بيبقى ريفرسبل، وبيبقوا ايونايزد في حالات وان ايونايزد في حالات ثانيه. فان انا اظبط البي اتش ده بيساعد على السولوبيلتي. طب بتيجي ازاي؟ الويك اسيد والويك بيز هنبقى عارفين دايما ماشيين بحاجه اسمها وضدها تتميز الاشياء. يعني الويك اسيد ده بيجي يبقى ايونايزد وبالتالي سولوبل في البيز، في البيز الانتي اللي عكسه، والويك بيز بيبقى ايونايزد وبالتالي سولوبل في في الاسيد السترونج اسيد. كل واحد عايز حاجه ضده عشان يبقى ايونايزد وبالتالي سولوبل. فانت لو عندك ويك بيز وعايز تزود السوليبيليتي بتاعتها، يعني عايز تزود الايونايزيشن، ازود الايونايزيشن ان انا اقلل لها، ازود البي اتش، الويك بيز تزود له البي اتش يعني تخليه بيزك، فتلاقي السوليبيليتي بتاعته زادت. اشمعنى؟ لان الويك اسيد لما هتزود البي اتش هيبقى ايونايزد، فبالتالي السوليبيليتي هتزيد. العكس الويك بيز، الويك بيز لما تقلل له البي اتش هيزود الايونايزيشن بتاعه، وبالتالي هتزود السولوبيليتي بتاعه. خلاص، يبقى البي اتش كنترول بستخدمه مع الويك اسيد مع الويك بيز. الويك بيز بزود السولوبيليتي بتاعتها عن طريق ان انا بقلل البي اتش، بجيب العكس، والويك اسيد بزود السولوبيليتي عن طريق ان انا بزود البي اتش بتاعتها. تمام.